شخصوا ان الموضوع هو قله بالاكسجين. احنا من الساعات الاولى شخصنا هذه الحاله، لكن ما نقدر نعطي السبب الرئيسي الى ان بعد ان تظهر النتائج. يعني الاف الاطنان، الكميات كبيره للاسف اللي شفناها احنا بالفيديو واللي شفناها بالواقع الحال، كميات كبيره. وهذا كليته هو تعبنا احنا كوزاره الزراعه، جهدنا احنا، انتاجنا احنا. احنا بس هاي السنه هذا الموسم، يعني عفنا من المواسم السابقه، بس هذا الموسم اللي 23-24 انا طالق 420 مليون زريعه، طالق 8 مليون اصبعيه كارب، طالق 1.5 مليون اصبعيه اسماك عراقيه، بس محافظ اهوار محافظه طيقار انا طالق 415,000 اسماك عراقيه، بني شبوط قطان بز. يعني هذا انتاجنا السنوي، هذا احنا اشتغلناه، هذا اطلقناه كليته. للاسف احنا واجبنا كزراعه ان ننتج هذه الاسماك نطلقها في المياه. واجب وزاره الموارد المائيه هي توفر المياه، لان ملف المياه هو بيد وزاره الموارد المائيه. فاذا يصير هلاك احنا موجوده الاجهزه الفحوص والهذه هي راح تسبب شنو سبب هذه الوفاه للاسماك الهلاكات والنفوق. فمن الساعات الاولى الموارد المائيه كان الاسباب مالتهم سموم، وهذه للاسف يعني انت بتريد تنظر وتشوف شنو السموم. هل السموم تصيب فقط الاسماك؟ لو كانت فعلا اكو سموم في المياه كان صابت الطيور اللي موجوده، كان صابت الجاموس، كان صابت حتى الناس الاشخاص اللي يتعاملون بهذه المياه.